Problem 3, final exam June 2022. The pulley shown below is frictionless and massless. The blocks are initially at rest, يعني السرعة الابتدائية بزيرو. Block capital M has mass of 15 kg, while block small m is 5 kg. في البارت A بيقول draw the free body diagram for the two blocks. البارت B find the acceleration of the two blocks when released. في البارت C find how long will it take for block M to move 1 meter upwards. نقطع في التو كوردز، هيبقى عندنا M1 لي ويت M small في G، والكورد في تنشن T. بالنسبة للكابيتال M نفس الشيء، لي ام جي كابيتال ام جي وفي تنشن في الكورد لفوق. الحركه هتكون كاونتر كلوك وايز، لان الكابيتال ام اكبر 15 كيلوغرام بينما السمول ام 5 كيلوغرام. يبقى البارت ايه خلصناه، وهنا الاكسلريشن بالمنظر ده، وهنا سمول ام، ما نسيبش حاجة. في البارت بي عايز الاكسلريشن، ندرس السيستم از هول، مش عايز التنشن في الكورد، لا عايز الاكسلريشن، وبالتالي ندرس كل السيستم بدون ما نقطع في الكورس مش محتاجينها. سيجما الفورس هتساوي سيجما الام في الاي، واللي معايا كده يبقى موجب، واللي عكس يبقى سالب. عندنا كابيتال ام في جي ماينس سمول ام في جي، قلنا والتي تكنسل التي، الكابيتال ام بلس السمول ام في الاي، يبقى 15 جي ماينس 5 جي ايكوالز 15 بلس 5 في الاي. اذا الاي ايكوالز 15 ماينس 5 يبقى 10 مضروبة في 9.8 عجلة الجاذبية الأرضية تقسيم 20. بالآلة يطلع الجواب 4.9 متر بير سكند سكوير. يبقى ده البارت بي. البارت سي عايز التايم المطلوب علشان السمول ام تتحرك 1 متر ابورد. يعني عندنا الفي نوت، عندنا الاكسلريشن، عندنا المسافة دي واي، ومطلوب التي. مفيش الفاينل فيلوستي، نطبق القانون الثالث، الدي واي ايكوالز الفي نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الدلتا واي معروفة بوان، الفي نوت بزيرو تضرب في اي قيمة بزيرو، بلس هاف 4.9 في التي سكوير. اذا التي ايكوالز 1 تايمز 2 تقسيم 4.9 بالآلة جذر التربيعي، يديني 0.64 سكندز تقريبا. سؤال مباشر يعني جدا سهل، خصوصا لما بنقطعش في الكورز، لما بنحتاج الاكسلريشن او تكون عندنا، ندرس السيستم از هول بسهوله، بنجيب الاكسلريشن وبنقدر نطبق جزئيه شابتر 2 في ايجاد المسافه او الزمن المطلوب.